مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية، مدينة التاريخ العريق، مدينة الهادئة والجميلة. ولكن نشوف اليوم الوجه الآخر والمرعب لمدينة مكناس. سجن غامض، الموقع تاعو تحت الأرض، المساحة تاعو غير معروفة وباقة مجهولة حتى لدابا، والحاجة الغريبة ما فيه لا باب لا شرجم، ولا دخلتي ليه كتعني حاجة وحدة، الاختفاء إلى الأبد. سجن قارة المرعب في المغرب. وقبل ما نكمل الفيديو تاعنا، شكرا للأصدقاء اللي جاو معنا، محمد طالب شكرا بزاف، وراه قريت كاع التعليق تاعكم، وشكرا للناس اللي دازوا الفيسبوك. في القرن 18 السلطان مولاي إسماعيل رجع مكناس عاصمة المغرب. السلطان كان خاصو مكان كبير باش يحبس 40,000 سجين، من بينهم برتغاليين وإسبانيين وإيرلنديين، جابوهم قراصنة مدينة سلا، وحتى معارضين لحكم السلطان. ومن بين هاد السجناء كان برتغالي خبير في مجال البناء، مولاي إسماعيل طلب منه ابن سجن ضخم وغامض، والمقابل يحقق له الأمنية تاعو، الأمنية اللي كيبغي أي سجين، الحرية، ولكن بشرط يكون أكبر وأغرب سجن في العالم. والشرط الثاني يكون باب واحد في السجن، وأي سجين لقى هذا الباب غادي يطلق الصراع تاعو. لا، مسألة ماشي سهلة على الإطلاق. ممر الخروج تاع السجن مخبي بدقة وبهندسة عالية. السجن قارة مختلف على جميع السجون تاع العالم، ما فيه حتى نافذة ولا حتى شي باب باش تدخل منه، هادشي اللي خلاه معزول على العالم الخارجي. هو السجن الوحيد على ممر التاريخ اللي ما فيهش الأبواب. كيفاش السجناء كيدخلوا للسجن؟ السجن فيه دقابي كبار اللي كيرميو منهم السجناء وحتى الماكلة ليهم. والحاجة المرعبة هو التصميم الداخلي تاع السجن، الداخل إلى السجن مفقوز والخارج منه مولود. السجن فيه متاهات لا نهائية، هادشي اللي خلى السجن من المستحيل تخرج منه، إلا دخلتي ليه كتعني حاجة وحدة، الاختفاء. كل قاعة فيها بزاف تاع الممرات، وكل ممر كيتجيك إلى قاعة أخرى، هادشي اللي خلى السجن قارة الأغرب في العالم. إلا بقيتي غادي في السجن قارة من المستحيلات ترجع لبلاصة فيك انتي فيها، ما يمكنش تميز بين المتاهات تاع السجن. مساحة تاع السجن غير معروفة، بعض المختصين تأكدوا بأن المساحة تاعو كبر من تاع مكناس. بما أن السجناء اللي كانوا في سجن قارة غالبيتهم من أوروبا، الأشغال اللي كانوا كيجيلوا هي بناء الأسوار والقصور تحت إمارة السلطان إسماعيل. سجناء أوروبيين عندهم خبرة في البناء وكانوا كيساهموا في بناء القصور باش نفس قصور القارة الأوروبية، ولكن بروح عربية عريقة. حاليا السجن ولا معلمة تاريخية، بزاف تاع القصص المرعبة والغامضة اللي تراو في سجن قارة. ومن أشهر هاد القصص، فريق فرنسي عنده أحدث الأجهزة جاي يكتشف سجن قارة. واش نيت مسكون بالجنون؟ جابوا كاع الأجهزة اللي خاصهم، الفريق دخل السجن وبداو غادي في متاهات تاع السجن. شوية خبر ليهم الأطر، وإلى يومنا هذا مبقاو بان. بعثة أخرى في
التسعينات من القرن الماضي وجهوا نفس المصير تاع الفريق الأول. السلطات المغربية قررت سد السجن باش تفادى بحال هاد حالات تاع الاختفاء، وخلاو جزء صغير منه كوجهة سياحية كتجذب محبي المغامرة والإثارة والغموض. علاش تسمى السجن باسم قارة؟ تسمى بالاسم السجين البرتغالي اللي صمم السجن، وكان الاسم تاعو قارة السجين البرتغالي اللي دوينا عليه في الأول تاع الفيديو. بعض الروايات كيقولوا بأن مساحة تاع السجن أكبر مما يتخيله عقل بشري، من مكناس حتى تازة شرقا، ومن مراكش جنوبا، وصولا حتى لبعض المدن الشمالية. مرعب. ولكن المساحة ماشي هي الأغرب في السجن. السجن قارة مسكون بالأشباح. روايات أخرى كتقول بأن السجن مبناش السلطان مولاي إسماعيل، كان موجود منذ القدم حتى لقاه السلطان وقادو باش يولي سجن. السجن كان منذ القدم مدينة تحت سطح الأرض فيها حضارات مغربية منذ آلاف السنين، مشاو ليها الناس باش يتخباو من الحروب ومن الكوارث الطبيعية. حسب سكان مكناس يقولوا بأن السجن مسكون بالأشباح وفيه أصوات غريبة ومرعبة. طرقنا كاع الحوايج اللي عندهم علاقة بسجن قارة. شنو هو الرأي تاعكم؟ واش بصح كانت مدينة وحضارة تحت سطح الأرض؟ وشنا هو المصير تاع الفرق الفرنسية اللي بغات تكتشف السجن؟ واش بصح تظروف هذا السجن؟ الله وحده يعلم ما يحدث في هذا السجن المرحب.